بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى نسقها المعتاد بالبحيرة 2 بعد أن استهدف بها إرهابيان دورية أمنية. احنا قالوا لنا سكروا، احنا قلنا نخدموا بالرغم اللي احنا مقابلينهم ونخدموا وما نخافوش، رانا ما نخافوش توينسا ما نخافوش. عدم الخوف هو إحدى الآليات التي يمتلكها المواطن لمجابهة الإرهاب، هكذا يقول بعض من التقيناهم بمحيط العملية الإرهابية. نقعد نعيش كما نحن، ما نتأثروش بالعملية الإرهابية الجبانة هذه، خاطر هذا هو الهدف نتاعو الإرهابي، أنه يخوفنا، أنه يخلينا معناها نشدوا بلايصنا ونخاف وكل شيء. الإرهاب ما يوقفش الحياة، ما يوقفناش احنا كتوانسة، علينا كان نقدمه وعلينا كان نجمه، ما علينا كان نحاربوه باش بالخدمة وبالثقة في رواحنا. الإرهاب ما عنده وين يوصل، الشعب التونسي ما يخافش من الإرهاب. تحية تونس. نبذ الخلافات السياسية يعتبر عنصرا مهما للتصدي للإرهاب والانتصار عليه وفق رأي بعض المواطنين. يديك مرحمة وديك مات وانسى، رانا كنا شعب واحد نختلف وكل واحد عنده أفكار ميسيرش، أما نشربوا على حب البلاد. وتونس ديما بخير والحمد لله وعندها رجال تونس. رجال كان الأمني الذي استشهد في العملية الإرهابية أحدهم، فرحم الله شهيد الوطن.